كلب صاحبي اهو، ده الكلب الوحيد اللي في المنطقة. في المنطقة هنا الهري حافظة عصير بيننا وبين جزان، حاجة بسيطة جدا. الرطوبة هنا عالية قوي عشان البحر من هنا كده، الجبل ساعات بيبقى فيه غنم هنا كده بيمشوا هنا كده. طبعا المنطقة هنا كلها يعني يعتبر فيها نباتات وزرع يعني وشجر عشان الرطوبة العالية اللي فيها طول الوقت دي يعني. هو الباشا ده بيقعد هنا كده تقريبا عشان الأسفلت أبرد شوية من الأرض تقريبا أو حاجة زي كده. سعادته دي بقى مخليه عرضة إن هو يتخبط. هتلاحظوا هتلاقوا إن هو رجليه مكسورة، أعتقد إن هو بسبب حاجة زي كده يعني، كان قاعد في مرة والعربية دست على رجليه. الشجر هنا كله في المنطقة بالشكل ده كده يعني، شكله عامل زي كده يعني. هنا في كلبتين. النخل هنا برضو شكله غريب شوية، النخل بص تلاقيه عامل كده مش طويل قوي، وتلاقيه في طلع منه كذا كذا نخلة في بعض. بيتقال عليها صنوان، سنوان وغير سنوان، كل النخل هنا سنوان. سمع صوت كلبتين شوية بقى. بالمناسبة في طيور هنا غريبة وجميلة جدا يعني، على غير المتوقع. مش متخيل ان في طيور هنا دي، بس صعب ان انت تقرب من واحد فيهم يعني. والله مساكم الله بالخيرات، صبحكم الله بالخيرات. الشمس لسه يا دوب مشرقة دلوقتي حالا.